ثالثا معاكم على حاجه، دايما وابدا بنقسم البريفنشن الى عنوانين، الى جنرال بريفنشن وسبيسيفيك ايه؟ بريفنشن، صح ولا غلط؟ مين هيقول لي الجنرال بريفنشن عندكم مشكله فيها؟ لا في كده غلاء خلاص، سيبوا كده وخلاص انتوا عملتوها، بليز سيبوا كده وسيبوا ورقه خالص مش هنعمل في الحته بليز. جنرال بريفنشن اتفقنا على ايه في الجنرال بريفنشن؟ لو خدت الناس الشطار جنرال سكيم هتتاكد؟ ها؟ هيلث اديوكيشن، انفيرمنتال سانيتيشن، والهيلث اديوكيشن، والهيلث بروموشن، عايز جدا هذا الكلام. ما عنديش مشكله في الجنرال، بس احب تاخد في الجنرال كلمتين صغيرين اسمها ميلك سانيتيشن. ازودها على ايه لو حد من الناس الشطار؟ على الدفتيريا والانفيرت. خلي بالك الميلك سانيتيشن دي من الجنرال بريفنشن بتاعت الفود بورن، صح؟ ان اللبن يكون مغلي كويس وبسترايز و الى اخره، بس انا احب اقولها هنا لان انا متاكد ان اثنين بس من دروبلت واثنين عطريه ايه؟ المن. ده بالنسبه للجنرال بريفنشن، ما عنديش مشكله في الفرق. طيب، وات اباوت سبيسيفيك بريفنشن؟ وات اباوت سبيسيفيك بريفنشن؟ انا اسف، انا ممكن ازود على الجنرال هنا اللي بيت معايا او بيت في الورق ان انا احسن اللايف ستايل، اشرح فيه. الشيشة يقول في مكان دارك لمحافة طويلة أو معرفش أو يعرض البيت للشمس لفترات طويلة، يبقى أنا فاهم ليه مشكلة الشيشة والحاجة الثانية عرض البيت للشمس لفترات طويلة، لأن فاهم دول هنعمل إيه؟ إيه بي أو هتموت الباسيلاي كده. طب أنت بتشوف اقتراحاتكم إيه؟ بص معايا، عايز ناس تفكر ماسك فقط، ناس تفكر ما تفكرش. فاكسينيشن وزيرو ولا فاكسينيشن وزيرو؟ فاكسين وكيمو ده منطقي. ليه؟ عشان بكتيريا، صح ولا غلط؟ طب انا هقول لك ممكن يروح هتروح هتكتبه. البرتاتس فاكسين وكيمو جميل جدا جدا، وكذلك الدفتيريا فاكسين وكيمو باعتبارها بكتيريا، انا موافق. والمنشايتس فاكسين وكيمو باعتبارها برضه بكتيريا. بس حط الاستيتيك اوف كايس هقول لك ايه؟ كيمو بس، ليه ما فيش فاكسين؟ فلذلك انا عندي كيمو بس، انا دلوقتي فاهم مش حافظ، عندي كيمو بس. ودي بيه فاكسين زائد ايه؟ زائد كيمو، ما عنديش اي مشكله خالص، خلصت القاعده النهارده لطيفه جدا وجميله. هستنزفكم زرعين، هزود على البرتاسس سيرو وهزود على البكتيريا سيرو، مش هزودها غير على البرتاسس والبكتيريا. واللي هيقول لي زودت سيرو هنا ليه؟ فرحتها جدا، عشان التوكسين بالظبط، مش عندي توكسين في البرتاسس والبكتيريا، وبالتالي التوكسين محتاج انتي توكسين في سيرو مش كيمو في البرتاسس. يبقى لو انت فاهم هتقول لي انا كنت محتاج برضه سيرو كيمو في البرتاسس والبكتيريا. سؤال كمان، مين اهم في البرتاسس والبكتيريا؟ السيرو ولا الكيمو؟ والله بصوا يا جماعه، انا مفيش حد اهم من الثاني. هديكم مثال بسيط قوي، لو عندي حنفيه البيت بايظه والحنفيه بتكون معايا باستمرار ومغرقاني الاوضه، صح؟ ايه الحل؟ او الحوض بايظ وبيغرق الاوضه باستمرار، ايه الحل؟ اصلح الحوض ولا انشف الميه على الارض؟ انشف الميه الاول ولا اصلح؟ صلح ربع كام؟ بالظبط، صلح الحوض، سيب الميه تغرقها تاني؟ محتاج الحاجتين، محتاج اصلح السورس واصلح اللي حاصل بره الديستريبيوشن اللي حاصل. نفس الفكره، انا عندي بكتيريا بتطلع توكسين، صح؟ هي قاعده في مكانها ما اتحركش بس بتطلع توكسين، فخلي بالكم اموت البكتيريا وفي نفس الوقت اموت التوكسين، لان البكتيريا هي المصدر. يعني هتقول لي حد انتي توكسين، مهما اديت سيرو بروفلاكسس ما البكتيريا ما بتتحرك في ايه؟ في توكسين. طب واحد دلوقتي بموت البكتيريا، طب والتوكسين ماشي في الدم ليه؟ هتسيبها لغايه ما تروح هارت وسينس. فدي عشان كده انا محتاج الاثنين، البكتيريا والايه؟ والسيرو. حتى في التريتمنت انا بعالج البكتيريا والسيرو والتوكسين، بعالج الاثنين عندها برضه حتى يجي في الايه؟ في التريتمنت. فهمت القصه دي؟ كلام والله بتتكلم عليه محتوى. يلا بكتيريا. انا بقى بصراحه النهارده مش ناوي اشرح. النهارده سمعت الصبح ماليش نفسي، انتوا اشرحوا بقى. ايه رايكم في الفاكسين بتاع البكتيريا اسمه ايه؟ البكتيريا 100% اللي هو الدي بي تي. حتى انا قلت هقول لكم في المدرسه اسمه وليه قلت لكم ليه دي؟ النيتشر. النيتشر ايه رايكم؟ البكتيريا هتبقى ايه؟ توكسايد. يعني ايه توكسايد؟ هاخد التوكسين بتاعت البكتيريا واوصلها لتوكسيجينستي واحافظ على انتيجينستي، ده راجل صح؟ يعني مش هحتاج المرض بس هيبقى ليا نفس الانتيجينيك ستراكشر وحقنا في الجسم. ليه خدت التوكسين؟ عشان هو اللي سبب المرض، هو اللي ماشي في الدم، هو اللي بيطلع انتي بايوتكس، وهو اللي الجسم شايفه. جميل جدا جدا. طب والفكره في الهنا الثانيه تبقى ايه؟ اسطوري برضه. البرتاس هتبقى كده.
البرزخ هتبقى ايه؟ هتبقى كده، اقف معاك ثواني. البرزخ هتبقى ايه؟ هتبقى جلد عندك. البرزخ هتبقى كده. لغايه دلوقتي احنا ما اختلفناش مع بعض خالص. يبقى النيتشر هو عباره، خلي بالك النيتشر ما دام اكثر من فاكتين او اكثر من انتيجين، وارد يكون ان كل واحد انتيجين. فالدي بي تي على بعضه مالوش نيتشر لوحده، لا الدي بي تي البكتيريا والتيتانس والتوكسويد والبرزخ كده. طيب ده نيتشر، هاتوا معانا كده في الدور. بص مني بقى عندي بقى مصدر كامل تفصيله كله. بتتاخد امتى؟ اثنين أربعة ستة 18 واثنين أربعة ستة ده البرايمري فاكسينيشن. إيه ده؟ فاكرين برايمري فاكسينيشن؟ ثلاث مرات عشان الفاكسين يوصل الأسرة مع أنتي بادي لازم ليه ثلاث مرات؟ عشان كده عشان مش لايف اتنبيتد، انتوا بس مقلدين الكلام مبسوط جدا عشان مش لايف اتنبيتد، فاضطريت اديله ثلاث مرات عشان اوصل بيه الاوبتيم انتي بادي. جميل جدا، ما عنديش اي مشكله. طيب يبقى ده ال 2 4 6 وبعدين ده بيه 18. عايز اتكلم معاك على حاجه بصراحه. زمان كانوا بيستخدموا البرتاكس لوحده، وما زال موجود في معظم نستخدمه. استخدموا البرتاكس لوحده قال لك خلاص؟ اول ما بدأوا يستخدموه كان بيستخدموا البرتاكس لوحده والكتيره لوحدها وتدرس لوحده. وبعدين قالوا ان احنا لو استخدمنا الثلاثه فكل ما قلنا هنعمل كومبينيشن هيبقى الى حد ما ليت انجكشن وهتبقى ليها ادفنت افكت، يعني هيزودوا السكان والتيشر. فانا بقيت مع بعض البرتاكس فيه مشكله كبيره، ان في حته على السيم وول من بره، في حته على السيرفس بتاعته من بره، حته سيم وول بتثبت سي ان اس بتثبت اي كي بارت. يا خبر ابيض، يعني ادي فاكسين وانا نيجي في خير ونيجي احنا في طب هسبب له التجربه دي؟ لا، ده يجي له برتاكس صح ولا غلط؟ فلقوا ان السايد افكت ليه عاليه. لما عملوا الدراسات لقوا ان السايد افكت تبقى كومن اباف 4 ييرز، يعني ايه الاطفال اللي فوق 4 ييرز كومن جدا بتحصل معاهم سايد افكت. والفيري رير الحمد لله الاطفال تحت سن كام سنه؟ 4 سنين. طب ايه هيكون؟ لو قلت لكم انها فيري رير تحت 4 سنين وانها كومن بعد 4 سنين هناخد قرار ايه؟ احنا ممنوعة تماما فوق ايه؟ فوق اربعة، ما جاتبش اديله فاكسين يعمل له انكسار. نمبر 1. نمبر 2 اديه الاطفال تحت اربعة ما عنديش مشكلة، بس خلي بالك انا بقول لك انها فيري رير لكن ممكن تحصل، يعني وارد انها تحصل في واحدة من الجرعة. ولذلك خدوا قرار على دي. لو حد شرط الاثنين معايا هذا السيناريو يقول لي ما هي الكونترا انديكيشن اللي على اساسها مش حد بيرفكت؟ اول كونترا انديكيشن ابسولوت كونترا انديكيشن طفل فوق 4 سنين ما تفكرش صح ولا غلط. طب لو الطفل محتاج ياخد الدي بي تي فاكسين اديله ايه؟ دي تي اشيل منه ايه؟ برتاكس خلاص، اسمه الثلاثي الدي بي تي والدي بي اسمه الثنائي، ما ادوش برتاكس خالص ممنوع. طب طفل هيتعرض لبرتاكس ده عنده ولد برتاكس في المدرسه ايه الحل؟ هتدي له سيرو او كيمو، انت عندك اختيار ثاني مش احنا هنلاقي السيرو والكيمو يستخدموا في الكونترا انديكيشن والفاكسين. المهم يبقى اول حاجه فوق 4 سنين، ايه ثاني كونترا انديكيشن؟ ها امتى يبقى كونترا انديكيشن تحت 4؟ لو اي جرعه من جرعات سببت ايه؟ رياكشن، يعني واحد خد جرعه مش هو فيري ريد حظه بقى طلع الريد ده وغمل الجرعه وسببت له مشكله ورياكشن فظيع ولحقني اقول لامه بصي ربنا يصلحها المره دي، هذا الولد دلوقتي عنده شهرين صح؟ او عنده اربعه وتقدر الجرعه دي حصلت امتى؟ يبقى اذا بعد كده يكمل ايه؟ دي تي ونبقى نحميه بالبرتاكس بالكيمو او فهمتوا قصدي ازاي؟ الانديكيشن الثالثه هيستوري اوف ايبيليبسي او سي ان اس سايد افكت يا في الطفل يا في الثيرد ديجري ليفل. ليه لو كان عنده هيستوري؟ طب ما الواد ما فيهوش مشكله خالص. خلي بالك عنده مشكله في سيبس، يعني الواد كان جاي واتاك قبل كده اوف فاكس كان ايبيليبتيك اتاك هو او اخوه، يعني ثيرد ديجري ليفل عندنا. يبقى لو حصل هيستوري اوف ايبيليبسي او لقيت عنده هيستوري اوف ايبيليبسي هو او اخوه او حد ثيرد ديجري ليفل يبقى اذا حرام عليه، هو اصلا عنده مشكله طبيعيه في سيبس يبقى تدوش فاكسين. فاهم قصدي ازاي؟ يبقى احنا فكرنا عشان تحفظوا الكلام ده معايا الام سي كيو ثلاثه كونتر انديكيشن للبرتاس فوق اربعه من الرمات مهما كان الصفر، تحت اربعه لو اول الجرعه او اي جرعه عملت المشكله، والحاجه الثالثه عنده ليستي سواء هو او فيرس ديجري ريلاتيف بايبلس. بره فكروا تفكير غيرنا، بره بيفكروا تفكير غيرنا في اليابان والصين. قالوا ايه المشكله عندهم؟ قلنا له المشكله الكشف في السنور غير عمال يهدي لي نفسه. قال لك خلاص هنعمل انتوا ليه واخدين الجول بالبرتاس؟ ليه واخدين البكتيريا كلها؟ خد ايه؟ ا سيلولار بيرتاس، يبقى خد ال ا سيلولار بيرتاس.
يعني شيل حته في السيلول اللي كانت مسببه لك كل هذه المشاكل وادي الفاكسين وانت مطمن. كنت خايف من السايد افكت، انت كده ما عندكش سايد افكت. هو فاكر الفاكسين ده بقى ملوش بقى كونتر انديكيشن، انا قلتها داخل فوق اربعه اوكي، داخل لو طفل عنده هيستوري اوف ابيليبسي مفيش مشكله. فاهمين قصدي؟ لان ملوش السايد افكت بتاعت الايه؟ بتاعت اللي هو البيتس. بس ما زلنا لغايه النهارده في مصر بنطعم الايه؟ الهول بيتس. وسبيشال طبعا طبعا ان الهول بيتس صنع في مصر. الانتاج مصري 100%. فالسايد افكت جدا كل حاجه عندنا مصر، بس كل حاجه عندنا مصر. انا بقول لك حته اوتسايد الفول اوتسايد اوت بس بيجيب فاكر الدي دي بي من اكثر الفاكسينز اللي ليها فاكر زي النو فاكسين اوفر ذا ايرث فيه سايد واضح. بس في فاكسين سايد افكت معاها كومن، في فاكسين سايد افكت بتاعتها ايه؟ ان كومن او اير. يعني مثلا تلاقي مثلا الكرومن الام، انا دايما بحضر العيان او مش عيان الراجل اللي جاي بتاعها لو بصيت في البيت كومن اول هيلو. ليه اول هيلو؟ عشان ما تحصلش في الاتصال ما يدريش عليك صح. الدي دي بي من الفاكسين اللي السنه دي بتاعتها كومن بتورم الرجلين وبتسخن الطفل. مايو كومبيتيشن بيرسون، انا ما فيش ام تعنطها بدي بي تي او شيء ابنها بدي بي تي الا اقول لها اول ما تروحي اعملي كمالات ميه دافيه على رجل ابنك، حط له مرهم جيم كلور عشان تورم معاه، ويا ريت اول ما تروح تجيب له نقط عشان السخونه عشان تسخن منك على البيت. والطفل يقعد فاهم من ثلاث اربع ايام عشان ما يتكسرش. فاهمين قصدي؟ يعني بس في سايد افكت بتاعته ايه؟ كومن حتى لوكال وجنرال سايد افكت. في فاكسين ثانيه ميزز الطعم الحصر او الام ام ار من الفاكسين الهائله جدا سايد افكت تقريبا نادر قليله جدا جدا. فلو ما تقولي الواد هيتعب لا لا مفيش مشكله. يعني هيسخن غالبا لا. حطوا حاجه يا كبير ما تعملش حاجه. فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى في فاكسين سايد افكت كومن وان كومن. حاجه ثانيه السايد افكت مستبدل ملهاش رول، يعني ملهاش رول. اثنين اصدقاء يروحوا يطعموا بفات سمين، واحد يمسك جعبه في دوره والتاني ملهاش علاقه. حاجه ثانيه حضرتك تاخد اول جرعه ما تبقاش اي مشكله خالص، تاخد الجرعه الثانيه بعد شهر كده اكتبه ملهاش مشكله. فهمت قصدي ازاي؟ يعني قصدي ما حد يقول لك يعني انا جسمي عقد ملهاش علاقه، طب انا السيل ملوش علاقه، ملهاش رول ات اول. فانا سببت هنكمل مع بعض. يبقى ده بالنسبه لنا الفاكسين بتاعنا اللي هو الدي بي دي، وقلنا اللي هو الوزير والاسيلر. طيب نخلص من السيرو كيمو بالمره. الكيمو اسمه اريثرومايسين 14 يوم، يبقى اديته اريثرومايسين 14 يوم. السيرو هي هيومن سبيسيفيك او بيسموها اسم احسن هيومن هايبر اميونوجلوبين انتي بيرتاسس، اسمه هيومن هايبر اميونوجلوبين انتي بيرتاسس. هايبر اميونوجلوبين الدوز دي هتكون اعلى، وانت ليه تامل في دوز اعلى؟ وبيمثل كده انت توكس البطل. خلي بالك التوكس هينتشر في الجسم بسرعه، التوكس هنا بتشتغل اسرع من البكتيريا. خلاص؟ الكونتر سوري الاندكيشن اوف كيمو سيرو ايه في البرتاس؟ نفس الثلاثه كونتر الاندكيشن اللي انا بحفظهم اللي هم ايه؟ كونتر اندكيشن اوف برتين، الفول سبيكترم اكسبوجر كميتي افتر الاكسبوجر. لا اسمها سيرو ثيرابي لما تكون عايزها. انا ما بقولش غير سيرو ثيرابي، يعني دي في البريفنشن مش في الكونترول. اتفقنا يا شباب؟ طيب في مشكله في البرتاسس؟ طيب دي هشرح لك ديفتيريا. اعتقد شرحتها من غير ما تتكلم. عندك اختيار انتي ديفتيريا روكا وفي دي تي وفي دي دي تي وفي دي بي تي اللي هو اسكو دي بي تي. ايه رايكم؟ طبعا الكتاب هيسميهم اسامي لطيفه جدا. المونو فيلنت والتاي فيلنت والتاي فيلنت والكوربو فاكسين، مش مشكله خالص. يعني انتوا في مشكله؟ احنا لسه متكلمين عنه وخدنا مشاكله والبروسس والانديكيشن، قلنا مفيش مشكله خالص. طب مين هيقول لي؟ ده بيتاخد امتى؟ حيث يكون البروسس ايه؟ كونترا انديكيتد. خلاص؟ حيث يكون البروسس كونترا انديكيتد. طفل داخل مدرسه وانا عارف ان التيتنس والدكتيريا والبرتاسس امراض في الاطفال، الطفل عنده خمس سنين هيخش المدرسه كمان ست شهور، اطعمه بايه؟ دي تي تاسس، ما ادوش دي بي تي لان عارف البرتاسس ممنوع في هذا الايه؟ مفيش مشكله، نفس الكلام بالظبط. طيب الدكتيريا الوحيده. انت محتاج الدكتيريا الوحيده. على فكره انا بتقول الدكتيريا من امراض الريزنج ميرشن صح؟ الريزنج ميرشن كمان ما كناش بنفكر في دي خالص ولا حاجه. الكلام اللي قلتولكم اسميه بوستر لو انديكيتد. يعني ايه بوستر لو انديكيتد؟ دكتور انف واذن، طبعا انف واذن اللي بيشوف حاجات كتيره كتيره صح ولا غلط؟ هو كدكتور خلاص
بس ده ما هو انا صغير خلاص مش مشان محتاجه كده بس الى حد ما مش محتاج كده انا محتاج بس مين الدكتوريا طب انا كنت مطمن زمان يعني كان عندي شويه انتي بودي مش بطلين بس عايز ارفع مستوى المناعه بتاعتي يعني ادي بوستر يبقى محتاج بوستر مين دي ماس الدكتور يبقى دي بتاخد بوستر لو هاي ريسك انديكيتد يعني واحد خايف من الدكتوريا بس مثال تاني لما ناخد مع بعض السنس واحد اشتغل على سكاليفيكيتش صح ولا غلط طب هو كان واخد وصفات دي بتي قد يكون عنده بواي انتي بودي هو مش بيفكر في الدكتوريا هو عايز يفكيش هو ولا يفكر في البرتسفر ده سن في الطفوله لكن هو كل مشكلته خايف يتعور وخايف يجيله تتنس فياخد بوستر مين؟ تتنس بس فهمت غلط ازاي؟ يبقى التكتير الحاجه اللي هو خايف ان هو يجيله بس عمل طيب السوب دي بي تي كتاب بيقول لك بتاخد هو مش بتاخد بس عشان الكتاب يعني نقل حاجه قديمه لكن دي بي تي السوب دي بي تي ما عرفناش بنستخدمه خلاص انيمور في مصر لما كنا بنستخدمه كنا بنستخدمه في اربعه وسته يعني زمان كنت بقول ايه؟ كنت بدي دي بي تي كدي بي تي ب 2 4 6 18 صح؟ كنت بدي في الاربعه والسته زمان مش دلوقتي كنت بدي سوق ايه؟ وهنا كان بياخد دي بي تي دي بي تي انت قلت ازاي؟ يعني كنت بضيفه بس على كل دي بي تي في 4 6 نفس السرنجة نفس السرنجة فيها اربع حاجات فيها دي بي تي والسوق السوق اللي هو بتاع مين؟ البولي اللي هو الفرن بتاع البولي وقت كنت بوقف ولا الطفل حقنه بقى ده بتحقن دي بي تي حقنه السوق يبقى دي بتحقن ايه؟ واحده استلمنا زمان لما كنت بستخدمها وهناخد البوليو النهارده ان شاء الله واقول لكم ازاي نقدر نحمي بيها من بوليو مايز ماشي كده ده كان زمان ده اللي كان زمان لا والقرص اللي موجود في الحين كان مضر كله طبعا كان مضر كله واقول لكم ان انت فعلا ليه وليه قلبنا الكوره لو كنا ناخد مع بعض كان كده مضر المره ان شاء الله اتفقنا يا شباب في مشكله في الغسيل بتاعنا الكيمو الكيمو والسيرو دول اجريسيف شويه هتلاقيني في الكيمو بديله بنسلين اللي هو اللونج اكتف بنسلين مليون و200 الف انترناشونال يورو وفي الدكتيريا سيرو هديك هيومن سبيسيفيك اميونوجلوبين توصل لغايه 500 انترناشونال يورو ايه ده؟ انا ليه بدي كورس قوي للانتي بودي مليون و200 الف؟ طب وقت معناها قبل كده فين؟ وقت مليون و200 الف روماتيك فيفر يعني تخيل اللي بديله روماتيك فيفر اللي انا خايف من روماتيك فيفر ديزيز بدي نفس الجرعه عن الدكتيريا وبدي دوز سيرو عاليه جدا سواء هيومن او انيمال بريبريشن من دكتور سترة احنا عارفين الفرق بينهم ليه بدي قص دوز كبيره جدا من الاثنين؟ حتى انت دي ميديكال ايمرجنسي يا جماعه لكن قلت لكم الدكتيريا لو سبت البكتيريا نفسها هتعمل لك ايه؟ ممبرين وقد يكون في اللارنج في اللي قلنا هيعمل لك ايه؟ ريستراكشن سفوكيشن طب لو سبت التوكسين توكسين مايكروبايتس والى اخره يبقى قصه ميديكال ايمرجنسي ده فدي دوز قاسية جدا من الكيمو والايه؟ والسي خلاص؟ فيبقى برضه ده الكيمو لو بيأكل بنسلين والقاعدة بتقول لو عيان عنده بنسلين الرجي ايه البديل بتاعه؟ فارمالي اريثرومايسين اريثرومايسين هو البديل لو في بنسلين الرجي حاجة في المشكلة عندها بس وده البكسين والسير والايه؟ والكيمو الحاجة الثالثة المنجر كم سن المنجر؟ فاكرين ودبليو اكس واي زد قصة طويلة قوي انا حضر لقيت اللي قدرت احضر منهم هم اربعة ستريمز بس خلي بالك مش كل واحده حضر منها كل الستريمز فحضرت ستريم من اربعه اي سي دبليو واي وفي قدروا حضروا الاي سي وقدروا حضروا الاي لوحده كستريم تاني ذا ماكسيموم وي كان دو نحضر من فور ستريمز بس مش كل على فكره بكتيريا تعرف تجيب منها الاكتيجينيك ستراكشر. فده نحضر من اي سي دبليو ده الماكسيموم. وفي ناس قالوا لا هنكتفي بالاي سي بس بتنسى هنكتفي بالاي بس. السؤال امتى نستخدم ده وده وده؟ قبل ما اقول امتى نستخدمه؟ من اي منين قلت لك يا اما الاي سي دبليو واي يا الاي سي يا الاي بس. وات ذا رينج؟ اللي هو الكبسول ولا البروسيكارد؟ حته من الكبسول عشان كده من الاكسيد ده بحبها ليه بحبها؟ مش البكتيريا خالص ده مش البكتيريا اصلا ده حته من الكبسول يعني مش خايف خالص نعمل لك منجايتس عمري ما سمعت عن عيان اتقع في المنجايتس بس من غير منجايتس لان دي حته من الكبسول الحته من الكبسول اللي هي الانتيجينيك ستراكشر الاثنين مع بعض طيب نكمل مع بعض الاي سي دبليو اي بدي امتى؟ ما هي الابلكيشن اللي باخد على اساسها المنجايتس فاكسين ان جنرال؟ طب قبل ما اتكلم على الثلاثه المنجايت فاكسين بتاخد من جنرال فين؟ جنرال اول ما تقول ايه؟ مش هتقعد الجدول اول ما تقول لا
بالسكول ايه؟ السكول. ليه دايما اول سكول؟ طب وليه كراوس؟ عشان البكتيريا، مش بعد البكتيريا. البكتيريا از ديليكت، يعني ديليكت ضعيفه، فبتموت بره الجسم بسهوله. فلذلك حتى واحنا بنشرح البوت ترانسميشن من امبارح من جايكس وصفوا الكلمه يا رب تفتكروها، ان المين بوت ترانسميشن از عادي، ان الدايك موجود بس انكومن، صح؟ عشان كده تنتشر في الاماكن اللي مزدحمه قوي. فاول مره فكرت طبعا فيها ولادي من جايكس لما جم يخشوا الايه؟ المدرسه في الفكره عندنا، عشان كده هنتفق مع بعض على حاجه، ان المنجاكس انديكيتد في اول حاجه في اماكن اوفر كراودز او الايجن فيزيك. المنجاكس كفاكسين اشتغل مش بطال 80%، هو اصل مش بطال 80 وده مش بطال 80% بتقعد مناعته 3 سنين بالظبط. معنى هذه الكلمه لو طفل النهارده دخل المدرسه عن 6 سنين هيتعرف انت وعلى كده 9 وبعدين 12 اي ريكومند ان يتعرف اسلوب ازمه في ايه؟ المدرسه او في مكان تحت، صح ولا غلط؟ هي الام بقى راحتها، وده مش كومباتر على فكره، ده مش اجباري، يمكن الوحيد اللي اجباري هو دخول المدرسه بس. يعني اول ما يخش المدرسه الوحيد اللي اجباري بس. ادر وايز انا مش اجباري، الام بقول لها بصي الجرعه دي هتقعد كام؟ 3 سنين. حتى الناس اللي ايه الانديكيشن الثانيه غير المدرسه؟ الحج والعمره. والحج والعمره بدون شهاده، وتلاقي الشهاده مكتوب عليها فاليد فور 3 ييرز. النهارده كام؟ 20 اكتوبر 2011، صح؟ لو طعمت النهارده هيقول لك ان السيرتيفيكت از لغايه 20 اكتوبر 2014. يبقى هو فاهم انها الشهاده دي بقت 3 سنين عشان التفصيل عارف البروفيشن بتاعه كام؟ 3 سنين. بعد 3 سنين قد ايه؟ بوستر كل سنه بقى. واضح يا شباب؟ طيب. دي الانديكيشن الثالث. عارفين بليه تاريخ؟ الناس اللي بتحارب عشان زي ما قلت لكم جيش بيقعدوا في مكان، فاكرين لما تروحوا الشباب في مكان زحمه؟ طب ايه الانديكيشن الرابع؟ ابحاث سوشيال ميديا. الميديكال ماشي، دي بتيجي الميديكال في قربة تعرضه، والانترناشونال تعرضنس تو انديميك ايريا، صح ولا غلط؟ لو انت مسافر مكان انديميك بالذات بالذات في سنة السيكولار ترند، فاكرين السيكولار ترند؟ لو انت مسافر بقى السيكولار ترند لازم تطعم بيه من جاكس. فهمت قصدي ازاي؟ ده الانديكيشن جنرال. طب السؤال لحد من الناس الشطار، المنجاكس كبكتيريا ما بتجيش في الاطفال تحت سنتين، لقينا دراسات ان المنجاكس كبكتيريا بتيجي تحت سنتين، يعني عادة بتيجي في الأطفال تحت سنة، ما بتجيش فين؟ سوري، بتيجي في الأطفال above 2 years. يعني لقيناها إنها ما بتجيش في الأطفال تحت سنة، معناها هل الطفل تحت سنة ما بيحصلوش من جايز؟ هل الطفل تحت سنة مش خايف عليه من جايز؟ يا جماعة هناك أسباب للمجاز كتير قوي، فكتير منها فايرال وبكتيريا، كان في عندنا مننج كوك كالوبي، في حاجه اسمها ايه؟ كوكس انفلونزا. دي كانت بتعمل مننجايتس للاطفال تحت سنتين، واضح؟ لكن اكتشفنا حديثا ان المننج كوكاي اللي زمان كنا بنقول انها ما بتعملش مننجايتس للاطفال تحت سنتين، اكتشفنا ان تايب ايه بس لوحده ده هو اللي بيعمل مننجايتس للاطفال تحت سنتين. ده الوحيد، يعني لو طفل حصل له مننجايتس تحصل لهيموفلس انفلونزا، حاجه ثانيه خالص. طب ما انت يقول ايه مننج كوكاي؟ اللي هي مش عارف جرام نيجاتيف زيت وكوكاي مش عارف كيف، مش الكلام اللي انتوا عارفينه غريبة قوي مش طبيعي. يبقى اذا اعرف انها سترين ايه، فمن غير ما تفكروا سترين ايه انديكيتد فين بقى؟ في الاطفال اقل من كام؟ من سنتين، ومش كومباسيو برضه، لان هي زي اقول لك مش كومن، مش دي الحاجه الاساسيه. لو عايز تتكلم عن الجايبس بجد في الاطفال تحت سنتين فكر في الهيموفيلس انفلونزا وطعمه بالهيموفيلس انفلونزا بتاعت ايه بس، واضح؟ لكن لو انا عايز اديها له اوبشنال بتاخد جرعتين عند الشهر الثالث والخامس، انا جرعتين الثالث والخامس والثالث والسادس، يبقى دي لسه جرعتين بتاخد عند الاطفال في سن اراوند 3 او 6 شهور. اتفقنا ده الايه؟ طب ايه الفرق بين الاي سي والاي سي دبليو ار؟ الاثنين نفس الابلكيشن، خلاص بقى فوق التدريب والزحمه والجيش والى اخره. ايه رايكم؟ لو انا في مصر او في بلد من البلاد انا مش لازم يكون عندي في مصر الاي والسي والدبليو ار، لمجرد عندك الاي سي بس هم الكومن، هم الكوبري سترينز، يبقى طبعا مين؟ الاي سي. الاي سي اقول لك فرق السعر، ده بيوصل 55 جنيه ده بيحضر لي 21 جنيه، يعني تقريبا اكثر من دبل، صح ولا غلط؟ انا مش بتكلم على مش هتفرق معايا 30 جنيه برضه، انا بفكر بكونسيبت بارسون، بفكر بكونسيبت ايه؟ كوميونتي هاي دوكس. فلذلك لو انت لوكالي في البلد وانت خايف وانت عارف انك انت ما عندكش غير الاي سي، خلاص. لو واحد مسافر بره مسافر حج او مسافر بلد انديميك او وات ايفر لازم الطعم بالايه؟ يزيد عشان مش حاطط بقى الفلتر في الطعم، عشان كده في الحج احنا بنطعم الايه؟ الاي سي دبليو.
انت قصدي؟ خلينا نفهم مع بعض على حاجه. هما الاثنين نفس الابلكيشن الاي سي والاي سي دبليو اي، بس احنا الاي سي دبليو اي بيضغط سترينج ايه اكتر لو حد بيسافر بره او هيتعرض لسترينج اكتر عندك. اتفقنا يا شباب؟ احنا بنفضل دايما ان احنا ننزل ايه؟ حتى لو انت قاعد في مصر بنفضل دايما ننزل ايه؟ الاي سي دبليو اي. ما تضمنش ما تضمنش ما تتعرض لمين او تعرض لاي سترينج. سهل من جايزز. ده الباكسين انا عندي فيهم بروفلاكسس دواء اسمه ريفامبيسين. بتاخد 600 ملي جرام مرتين في اليوم لمده يومين. ريفامبيسين اوكي؟ ريفامبيسين وبيقتل اللي هو ياكل اوكي؟ يبقى تاني ريفامبيسين 600 ملي جرام مرتين في اليوم يومين. حتى لما تروح تجيب العلبه بتاعت الريفامبيسين هتختار انها تلاقي علبه فيها 8 سنتين اوكي؟ ويبقى الشريط اربعه لان انا عارف كده هم يومين ويومين. ثلاث هم يومين مرتين في اليوم لمده يومين. اتفقنا؟ هو على فكره باي ذا واي الريفامبيسين انا بس حته بايس باي ذا واي الريفامبيسين مور بوتنت تو بريفنت المنجايت عن البنسلين. هو البنسلين كان بيستخدم في علاج المنجايت. هتستخدم كلمه البنسلين زمان في الفارما بالظبط كان بيعرف يدرس اسمها ترين بارير في حاله الانترفيشن لو حصل من جاي. طب ليه ما بنستخدمش الفامبيسين احلى بصراحه من البنسلين؟ طب ليه ما بنستخدمش الفامبيسين في التريتمنت؟ لما اجي في التريتمنت هتعرف اقول لك ايه؟ بنسلين. طب ليه في البروفيلاكتيك اديت الفامبيسين؟ مفيش الفامبيسين حاجه ثانيه الفامبيسين ده ليه فعلا افكت عليه؟ مش ده اللي كان هيبات توكسيك؟ مش ده اللي كان بيعمل ريسك على ريسك الزيورين لما فيهم؟ البروفيلاكتيك هم يومين اربع زيارات حصل خير ما فيش مشكله صح؟ طب جرعه السوبردانين هتيجي السوبردانين خلاص كده. لقيت الناس كلها فجاه لسه كل الجمله معايا على فكره ما عادش فيه بدل في مصر زي زمان. يعني انت مجمع الخطوط زمان لان هناك الدنيا برد جدا يعني دلوقتي الشتاء في مصر يعني احنا في اكتوبر اكتوبر بيتنا صور ولسه الشتاء يعتبر ما دخلش اوكي وبالتالي انك انت في ديسمبر في جان اللي هو ماكسيموم وينتر هتلاقي جو برد بس معقول يعني عارف انك انت بتتعرض من الحياه عادي معقول. خلاص يبقى الريفامبيسين مرتين في اليوم لمده شهرين ستايل بريفنشن خلاص خلصنا كده. الستريبتوكوكاي هو تيم بروفلاكسس اسمه ايه؟ عمرك سمعت في حياتك واحد جاله ليفرز او خايف يجيله ليفرز واخد بروفلاكتيك بنسلين؟ لا. امال انت بتستخدم بروفلاكتيك ليه بروفلاكتيك؟ لو خايف من روماتيك خلاص؟ يبقى انا ما بديش عشان اخاف من الست فوكر، لا انا بديها لو خايف من روماتيك فيفر فبدي بنسلين اللي هو مليون و200 الف انترناشونال يونت. الاطفال بياخدوا نص الجرعه تبقى كام؟ 600 الف بياخدوها كل اسبوعين او ثلاث اسابيع ونطمن المؤلمه ولا يكتب السكت عليه بياخدوها على الاقل خمس سنين. ما عنديش فاكسين هنا الحمد لله الدنيا خلاص ما عنديش فاكسين هنا عندي. ادي مين؟ اسمه ايه؟ لكن هو رايته كام؟ تفتكر؟ بتاخد ربنا يكرمكم باذن الله يتجوزوا ويبعنوكم اطفال تطلع بنتك للدي سي جي تحمل الام ولما يجي عشان ما تخضعش وتصحيك من النوم طول الليل هتقول لك ايه؟ هتقول لك الولد بعد ما اتطعم اللي انا هحكيه دوت هياخد لمده شهرين تقريبا هتقول لك الولد بعد ما اتطعم عمل زي بقليله كده وبعدين البقليله بقت صلت يعني بقت خلاص حاجه مقفوله وبعدين فجاه بقت مليانه بستيول بقت مليانه فص والحاجه الغريبه البص فجاه وقع وعمل ألسر وبعدين اثر عمل هيل وسابت سكار صغير قد كده تلاقيك انت في الشمال رايح في البيت بص عليه ده اسمه اللي بيحصل طبيعي دونت انتربير وذ ذيس رياكشن يعني الام ما تعملش اي حاجه خالص كده في رياكشن عليه مع الطفل هتلاقي البسطيول وتقع والالسر والهيل وكل القصه دي ما تعملش اي حاجه خالص ولا تستخدم انتسيبتك ولا اي حاجه خطر جدا تستخدم انتسيبتك والكلام ده كله دي لايف اتوني بكتيريا معاش الكتومه وانترا فيرما يبقى ده رياكشن طبيعي جدا للبي سي جي وعلى فكره لو حد ما لقاش في الشمال هذه السكار ما يتخضش صح ولا ما يتخضش ليه؟
20% من الناس اللي بتتطعم ممكن تتجوز الايميونيزي وداوت ما يكون عندهم السكار. طب ايه اللي يحكم؟ انا محتار، عندي سكار، عندي مناعه، انا محتار، ايه اللي يحكم؟ ممتازين الحكومه التوبستريم تستعمل، خلاص؟ الدوسجين النيتشر لايف اتنويه، صح؟ اعتقد ده الوحيد من البكتيريا، صح؟ الفيروس تنويه، حد فاكر الفيروس ده كده؟ كده ولا استمد بالتاني والام ام ار والبرداسس والام ام ار والباراسيلا لا تستمد، يعني اغلبيه الفيروس كان لا تستمد، صح؟ البكتيريا كانت البرداسس ايه؟ والديفتيريس والسويا والمنجايتس والسترايت، يعني مفيش حد فيهم لايف اكتيميتد، البي سي جي الوحيده اللي كانت لايف اكتيميتد، صح؟ يبقى كانت الوحيده لايف اكتيميتد لو جمعناهم مع بعض عشان نحول الى ريشمنت مع بعض. 3.1 مليون ليرمنت بتاخد امتى بقى؟ ده كنت بقى اول ثلاث شهور كومبالسوري، والسؤال ليه بدي بدري قوي قوي كده؟ عشان مفيش مناعه من الام للطفل بسبب تزيد 100%. ممكن نكمل مع بعض معلومات قيمه عن الدي سي جي. اوروبا والولايات المتقدمه مش عاجبهم الكلام ده، ليه مش عاجبهم الكلام ده؟ تكنيك الانترديرمال صعب. ماذا لو الناس من اهل الله بدل ما طعمك انتروديرمال او بدل ما طعم الطفل انتروديرمال طعمته سب كتينيس ابسس فورميشن، تاني يبقى عيبه لو اتاخد سب كتينيس هيعمل ابسس. فمن احد السايد افكت اللي ممكن تحصل في البي سي جي لوكال ابسس، ده السايد افكت الاولاني المهم بلس السايد افكت العاديه. سؤال تاني، هو الفيسبوك مش طريقه اتنويتس؟ ممكن ارجع معاكم شويه بالاحداث، ارجع معاكم بالوقت من امبارح. هو ما عادش تديني كتير جديد، لكن الدنيا محيره شويه، هي سلم جديد ولا هايبر سيستم؟ والله لو كانت سلم جديد كنا افتحها، كانت القصه خلصت. لكن مشكلتها انها احيانا مش قليله تعمل هايبر سيستم رياكشن، وافاجئ ان يخش الباسيلاي تعمل لي رياكشن فظيع، ممكن تخش في انافلاكتيك، حاجات غريبه جدا. مين هي القصة وحصلت؟ معرفش، ما جربتش، مش عارفها. بس هنا علمونا زمان ان الهايبر سنسيفيتي غالبا بتبقى من اول تعرض ولا من ثاني تعرض. فاول مره طفل في حياته جاله تي بي، اول مره طفل جاله تي بي، ممكن ما حصلش حاجه. يا تعملوا سي بي دي القصه خلصت، يا تعملوا هايبر سنسيفيتي فمستنيه ثاني مره. فلذلك دايما عاده في الديسكشن اوف تي بي انا بخاف من السكند اكسبوجر، من السكند او ثيرد او فورث تايم، مش من اول مره. فهمت قصدي ازاي؟ طب ممكن اقول حاجه، لو طفل جاله اول مره وربنا سترها ما حصلش حاجه وساعتها قررت تطعمه بي سي جي، ايه الغلطه اللي انت عملتها؟ هو البي سي جي النيتشر بتاعته ايه؟ يبقى انت اللي عملت له سعادتك ايه؟ تاني مصر، فانت اللي سببت له الهايبر سبيكتر. من هنا عايز اخد جمله يا رب تفهموها، ان البي سي جي از كونتر انديكيتد في التوبرتين بوستر، صح ولا غلط؟ حد سمع؟ ليه البي سي جي كل ده كده في بيرتين بوست؟ طب ارجع تاني، يعني ايه بيرتين بوست اصلا؟ عنده يا انفكشن قديم يا فاكسين قديم. طب لو عنده فاكسين قديم خلاص مش حاطط له بقى فاكسين تاني، يبقى مش مستاهله. طب لو عنده انفكشن قديم انا بدايه اللي هعمل له هايبر سيستم رياكشن يبقى حرام عليك. عشان كده الفاكسين الوحيد المنهج اللي بتعمله تيست قبليه. بمعنى اي فاكسين تاني الام تقول لك يا دكتور انا، يعني انتوا شخصيا ماشي الام، اي حد تقولي انا بصراحه مش فاكر اتطعمت هيباتايتس بي مره ولا اتنين، ممكن اطعم تاني؟ اطعم تاني خطر النهارده ازاي؟ الام تقول لك انا لسه الولد لسه الاسبوع اللي فات واخد حق تصميم الاورال بوليو وعدوا علينا في البيت خبطوا حمل شر الاطفال، اطعمه تاني؟ حصل خير، فاهم قصدي؟ يعني ما عنديش مشكله ان الفاكسين يتاخد اون توب اوف نفس الفاكسين، او بالعكس لو بيزود انتي بادي تيست، فاهم قصدي؟ او على الاقل بيزود انتي بادي تيست. الا البي سي جي لازم اعمله قبلها ايه؟ تبقى تبقى اللي هي ده بالنسبه للبي سي. اوروبا والولايات المتقدمه قالوا ما دام عندنا مشكلتين اللي هو الاكس خايف عليه لوكالي، وما دام خايف من قصه بي سي جي اورال دروبس، ده مش اورال بي سي جي، مواد يوم ويوم ويوم لسه ما جاش مصر برضه. فعشان كده هنتكلم عن البي سي جي الاساسي بتاعنا، والاورال دروبس هتتاخد ايه؟ لازم تتفرج. السؤال الثاني،
مين اللي محتاج ياخد بي سي جي غير الاطفال؟ مين حد قال لي مبرز؟ في حد غير الاطفال محتاج ياخد؟ مين الاساس؟ احنا بعد كده مين؟ ممتازه فارما زواي عشان موبايل ثلاثة لا هتعمل لي ده لميته قليله ممنوع ياخد بي سي جي ركز مين؟ اثنين تاني سيليكوزيس فاكرين؟ عشان هو ده بيحصل له ريأكتيفيشن اوف ريسك بس الثلاثه دول قبل ما يجيهم بي سي جي استاذنا اجيب لهم ايه؟ جيب لهم يا شباب؟ طيب سهلة كده يا شباب البي سي جي طيب الكيمبرو بلاكس ده اسمه ايه؟ مش حد فاكر؟ ايزونايزاي ده بيتاخد من 5 ل 10 بيجو رايتوا علينا برضه معلش ده من 5 ل 10 مللي جرام بالكي جي بالريت فيرتي بتاخد امتى الايزونايزاي؟ بتبتدي تحب تدردش فيه شويه بتاخد امتى الايزونايزاي؟ دوز الديكيشن اوف فاكسين بيفور اكسبكت اكسبوجر في ليدي افتر اكسبوجر جميل جدا عنده هي دي انديكيشن مهم قوي عايز افكر فيها معاك مش حوالي يمكن 7 او 8 سنين جت طالبه كانت عندي في يوم من الايام قالت لي انا اتخرجت واشتغلت او تشتغل في مستشفى تشيست في العباسيه يعني هتشتغل تشيست في عوضة حياتي دي فايز بصراحة عايز اشوف التطعيمات ايه وبتاع التطعيم اللي كويس بالنسبة لي في الايه؟ البي سي جي لكن ممكن اطعمه ونعمل ايه؟ كيميكال تيست عملنا كيميكال تيست بصيت لقيت كيميكال تيست الحمد لله بيبقى معناها ايه؟ أرض خضراء دي اللي عندها انفكشن عندها فاكسين جميلة جدا دي بقى ممكن اديها لايه؟ البي سي جي طعمناها بي سي جي وبعدين قلت لها انت طعمت بي سي جي فانت خلاص اشتغل سنين بقى شغلي قلت لها فرصة تنوم البي سي جي عشان يشتغل محتاج 3 شهور محتاج 3 شهور عشان يشتغل طب بتقولي طيب معناه ان خلال الثلاث شهور دول انا عرضه للتي بي ده جدا يعني ممكن يجي لي تي بي طبعا يعني ما عنديش مناعه نوم طب ايه الحل؟ قلت لها الكتب بتقول ان في الثلاث شهور دول حضرتك تبعدي عن اي عيان تي بي ما يمرش شغلتي وما يقدرش اضمن ان انا ما اشوفش عيان تي بي فالحل اديها بايه؟ الاي ان اتش فاهمين ازاي؟ لمده 3 شهور بحيث ان الاي ان اتش يغطي في 3 شهور لغايه ما الفاكسين مين؟ يشتغل. طب سؤال انا هدي اي ان اتش وفاكسين مع بعض. البي سي جي ده انا بطعمه للناس اي ان اتش ريزيستنت. البي سي جي ده انا بطعمه اي ان اتش ريزيستنت. حلو العلم لما يتفهم. حد فاهم حاجه؟ لما يتفهم. فكر كلمه فاهم. احنا مش هنخلص الفود بورن كله النهارده ما تخلصش، النهارده مش هنخلص الفود بورن كله النهارده ما تخلصش. النهارده الخميس واخر الاسبوع. اوكي؟ تاني التي في كده طلبنا الترجمة مش الترجمة، في ناس بتنفض بقى بسرعة. ها؟ في عندك مشكلة في الكنترول في البطاطس؟ مش مشكلة ده. تقول لي السيريا مش مشكلة، بس في الكنترول السيريا لما قلت ايه كنت محتاج لاثنين، تيم واي وسيرو انا فاهم دي دلوقتي خلاص طب الكنترول في انجاكتس تكون مشكله بس في التريتمنت هقلبه مين؟ بنسكت مش بنسكت ليه؟ لان هو مده انا شغال مده فقط خلاص الفيرجن مش مده وعرض الشركه بتاعتها الانجاكتس على فكره من الامراض اللي ممكن ناخد قرار بقفل المدرسه حتى انا فاهم الكلام لو حاله من انجاكتس تقفل المدرسه كلها لمده سنه ايوه يا رب ده يوم ده لو العيان متعالج ده يوم لو العيان متعالج انا بقول لك انا اكتشفت حاله من الجايتس في فصل هديك مثال احنا قاعدين في فصل وفي طالب فيه من الجايتس واكتشفته من الجايتس اروحه طب والباقي كلهم انا خايف عليهم ممكن تربيه انت مش بيه صح ولا لا؟ انا ايه اللي يضمن لي لما انتوا تروحوا النهارده ان حد فيكم ما يكونش خد انفكشن منه صح ولا غلط؟ يبقى هستنى عليك الانكيبيشن فيروس ودي اسمها سيجريجيشن فاكرين؟ مش انتوا كونتاكت سيف خالص انتوا كونتاكت هو كيس روح خلاص انتوا كونتاكت انتوا يا كونتاكت مش نظريا وارد تكونوا لقطتوا الانفكشن يس صح الكونتاكت سيرفنس سيجريجيشن يا ايزوليشن هنا حصل سيجريجيشن يعني اعزله من المدرسه يروح لمده كام يوم كيفيش بيوم انا قلت قبل 3 ايام اب تو 5 ايام اوكي لغايه ما اطمن ان مفيش وضح من الكونتاكت جاله ايه من سايت عارف لو انا سبتهم يوم ورجعتهم اللي هي الننجات مش كان فيها ثانية؟ كان فيها انكبيشن بيرد وكان فيها انكبيشن بيرد يبقى واحد فيهم كان في انكبيشن بيرد
وانا ما كنتش واخد بالي وقاعدين قبل الايه؟ الناس التانية. صح. عشان كده بيتقتل النسب الكامل لو في حاجة من الفاتحة. اتفق؟ طيب معلش مشكلة في الكنترول، ستيب 5 معلش مشكلة في الكنترول، اي تي بي. حد يقول لي اي تي بي. وقال لي ان انا سميتها مبسط العيان قال لي كده. تقول لا مش هتنقلك المره. ازاي؟
التي في محتاج كلوز كونتاكت وبرلونج تايم او محتاج ريبيتد اكسبوجر، يعني مش من اول مره بروح بجيب تي في، فمن اول ازاي فمحتاج فترات طويله. فلما بتكلم على الكونتاكت انا بتكلم على كلوز كونتاكت. يعني ايه كلوز كونتاكت؟ مش دكتور بص على عيان في عنبر مره ويمر شافه، لا بتكلم على ايه؟ على واحد في البيت عنده تي في وولاده مراته بابا، فاهمين قصدي ازاي؟ يعني ناس قاعدين معاه باستمرار، فهم خايف عليهم الكلوز كونتاكت. اعمل الكونتاكت، عملت لهم انفستمنت وحددتهم كام دكتور جنين، اعمل لهم ايه بقى؟ بجد حتى هتقول لهم حاجه، اعمل لهم ايه؟ جيب الكلمه جميل جدا، هيطلعوا ايه؟ لو بصوا فين يا جدعان؟ لو طلعوا بصوا هتعمل لهم ايه؟ عادي بالظبط. دي كيم بروفلاكسس، دي قرارات الزيم كيم بروفلاكسس. اصل انت بتكيم بوستر، يعني انت بتكيم بوستر يا اما انفكشن يا اما فاكسين، صح ولا غلط؟ فلذلك انا مش مطمن، فلذلك احتمال يكون انفكشن، احتمال يكون انفكشن عنده اولد انفكشن. جميل، عنده اولد انفكشن اعراضه انا الانفكشن جديد، يعمل له سكند اكسبوجر، يعمل له هايبر سيفتي. انت فهمت قصدي؟ عشان كده بديله كيمو بروفلاكسس. طب ده راتب الكيم بوستر، طب لو كيم نيجاتيف هياخد 3 اشهر، يبقى ياخد الفاكسين ومعاه ايه؟ الاي ميتش لمده 3 عامل الفاكسين ايه؟ فهمت قصدي ازاي؟ او لو تقدر تديله الفاكسين وتعمل له سيجريجيشن من الكيس، يعني ايه سيجريجيشن من الكيس؟ تعرف تبعده عن الكيس لمده 3 شهور، وغالبا مش هتقدر تبعده. ليه مش هتقدر تبعده؟ عشان ده كروس كونتاكت، يعني حد من الفاميلي، حد من العيله، حد من صحابه، يعني قصدي من حد من ايه؟ من كلوز كونتاكت. 3 شهور صار نعمل له ايه؟ فهمت الفكره؟ يبقى ليه بس احترف ازاي ما الكنترول اذا كونتاكت اوف تي في حدث. وانا ليه ليا في الاوبشن بتاعته؟ لو قلت فاكسين خلاص انت مرتاح ومبسوط، بس انا على فكره ما اضمنش، صح؟ احتمال يبقى قلت ايه؟ انفكشن، وعرضته الكيس، الكيس جاب له الانفكشن، ساعتك عملت له ايه؟ سكند اكسبوجر، ثيرد اكسبوجر، فهمت قصدي ازاي؟ ثالث كنترول اذا كونتاكت كده خلصنا الـ TB كنترول، كده خلصنا الخمس موضوعات عندنا. في حاجات صغيرة برضه قبل ما نسيب الحاجات ديت. أنا كده خلصنا الكنترول. بعد ما نخلص الجدول في صفحة 67 حاجة اسمها سكالت فيمر. دي شهوي وام سي كيو مش نظري، في شرح ودي بس ام سي كيو مش نظري. ماذا نقصد بالسكارلت فيفر؟ ايه السكارلت فيفر اللي انا فيه؟ السكارلت فيفر هي جروب اي بيتا انجلوتيك ستريبت كوكاي بادي جدا، اللي هي واحده من ال 130 سترين، بس كان حظها انها اريثروجينيك سترين. تسموا كلمتين هقولهم بس مش هكتر كده، هي نفس ستريبتوكوكاي عادية جدا جدا جدا، بدأت تكون ترايتس فارنجايتس عادية جدا. حظ العيان الوحش اللي جاله سترين من 130 اللي هو اريثروجينيك اللي بيطلع ايه؟ توكسين، فتعمل توكسينيا فتعمل سكين ريش. بس مشكلة السكين ريش في حاجتين، انه انتين جوه فبتبقى في التنج، فالتنج بيبقى لونها على فكرة السكين ريش بتاعها ماكيلو بابلر، زي مين خدتها قبل كده؟ صح ولا غلط؟ فبيبقى في الطنج من جوه، فلما تبقى نقط حمراء في الطنج بتطلع طنج العين بيبقى لونه استروبيلي. ريد استروبيلي يعني انترا لايك، ده لونه انترا لايك بالظبط. وتلاقي ان الجسم متغطي بمثل باب الرش من بره، يعني عنده رش فين؟ في الان اف تي في الميوكس ممبرين جوه، وفي السكين من بره. اتفقنا؟ اللي هو ماكلو بابلا الرش على السكين من بره عندنا. اتفقنا؟ انا بقول الكلام ده لان هنا هتلخبط مع مين؟ مع مين؟ صح ولا غلط؟ الفرق بينهم ايه؟ أول حاجة إن الست سكارلت فيفر بدأت في برايمري فوكس في الفرنجاتس أو في التونس، يعني عرفت أنا كنت رايح في الأول. سكارلت فيفر كانت برودروما كده عبيطة في الأول، شوية فيفر وهاي نوز، لكن ما كانتش قصة كونترايتس. تاني حاجة إن السكارلت فيفر الطنج بيبقى ريد ستروبر. تالت حاجة حوالين فوق الطفل بيبقى بلور في السكارلت فيفر. خلاص؟ رابع حاجة لو ضغطت على السكين ريش تختفي في السكارلت فيفر. بمعنى ايه؟ فاكرين زمان كان في سلايد اللي قلنا اللي هو الازاز الصغير كنا بنعمل ايه براد فيلم، مش عارف حد فاكره؟
اللي هو الازاز الصغير ده يعني رفيع كده. لا لا سايت انستورجي اللي كان سايت شفاف الازاز شفاف. فانا بجيب بالظبط ده التست اللي بعمله مش هنا في رش هجيب السايت فضلك على السكن. انا اصل انت لو ضغطت هيختفي لما تشيل لك هينزل تاني مش كده مش شغال. فالتست بالظبط بجيب سلايد فضلك عليه وتبص من خلال الازاز لو الريش اختفت يبقى دي كانت ايه؟ سكالت فيبر. لو ما اختفتش يبقى دي طيب دي بس الفروق اللي بينهم عشان نعرف نفرق بينهم. بس بقول لك ما يتخضش لما فرقتش. ليه ما يتخضش لما فرقتش؟ انت كده كده السكالت فيبر دي ستوكوكاي هتعجب ان السنه العاديه جدا صح ولا غلط؟ طب لو ميزلز فاكر وان اوف ذا سيكونس اوف ميزلز انتيبيوتيك عشان تسكن البكتيريا انفكشن. فانت كده كده العام الخط بايه؟ طيب سؤال كمان في سكالي فيفر مش حاسين بوجود الحمض في الكلى دي افضل ريبورت من الديزيز ضرب هنا كتير على فكره. ليه مش حاسين بوجودها؟ اندر ريبورتنج الناس مش بتقول لك ميس دايجنوز. الدكاتره غالبا مش هيخافوا على اساس ان ايه؟ على فكره ما يقال من فروقات في روحة العلم والمخدرات والكلام ده كله على ارض الواقع الكلينيكالي ما بيطبقش. ليه ما بيطبقش؟ لان انا بشرح لكم التيبيكال ميزز وتيبيكال ايه؟ السكالت فيفر. كنت فاكر معاكم ان الطب مش كله ايه؟ تيبيكال. فابتدي ده ممكن الخبط الميزز بالسكالت اتفقنا؟ وكده كده عندي خبط في النهايه عشان كده بحس ان انا ايه؟ ما كنتش بشخص غلط. لان برضه اديته للميزز حالات اندي فايرال بدريست وانتي بايوتيك وقلت له روح يبقى ده خمس ايام خف. اوكي؟ فما اعرفش كانت الميزز او سكالت فيفر. دي بس معلومتين عن السكالت فيفر. الروماتيك فيفر مش عايز اعرف عنها معلومات كثيره لكن هي قصه الروماتيك فيفر باختصار هو فاهم الحاجات اللطيفه جدا ان انا زمان كنت عامل في الكتاب بتاعي الروماتيك فيفر كانت هي في نون كوميونيكو انا كنت شرحت نون كوميونيكو هم عملوا نفس الطريقه كانت ورثت نون كوميونيكو بس مش ان هم شيلوها من نون كوميونيكو هم شيلوها من نون كوميونيكو فمش عندي مش مشكله تحصل في احسن العائلات ما فيش مشكله خالص هي مش موجوده عندنا السنه يعني مش موجوده عندنا الروماتيك فيفر لكن هي كسن اكثر سن الروماتيك فيفر هو الروماتيك فيفر دي كوميونيكيشن ايه؟ ضايع عليه جدا. ايه اللي حصل؟ حد يقول ايه اللي حصل في الروماتيك فيفر؟ حد عارف اللي حصل في الروماتيك فيفر؟ دخل الست كوكاي روماتيجينيك دخل الست كوكاي واحده من 130 سترين اسمها كاردوجينيك سترين شكلها بالظبط مشابه حاجة اسمها الان بروتين على الفالف اوفرات نفس الشكل بالظبط. فلما دخلت الكارديجينيك ستريم مليون واحدة من 130 وجوه الجسم فالجسم كالعادة راح مطلع لها ايه؟ فالانتي بادي طلعها الجسم لهذه الست كوكاي راح يدور عليها. هو ماشي في الدم يدور على الست كوكاي قابل مين؟ الفالف اللي هو الان بروتين على الفالف اوفرات وراح مهاجم وده اوتو ميون ايه؟ ديزيز. فهمت قصدي ازاي؟ عشان كده بقول لك حاجه كلمه السر في الروماتيك فيفر هي ايه؟ استرابت. لو عايز تمنع الروماتيك فيفر من الدنيا امنع الاسترابت. هي القصه كلها استرابت. ده الام فاهمه تقول لك يا دكتور الواد هو صغير كان بيجي له دور لوز واللوز نزلت على قلبه. صح مش بتسمعوا الكلمه دي هتسمعوها من العيانين في الامهات. هي البوينت مش نزلت على قلبه هي الام مش فاهمه ان في كروس انتيجينستي وان في اوتو اميون ديسيز. فهمنا يا شباب؟ يبقى دي القصه اللي عندنا في الروماتيك فيفر. طبعا الاستراتيجي اكتر في الاطفال من 5 ل 15 زي ست كوكاي وسن المدارس السكس الاثنين زي بعض عندنا. اوكي هل في جينيتك باك جراوند؟ والله ما فيش مانع باعتبار اوتو جين ديزيز وباعتباره مش عارف ليه هاجم الزاد والزهار احتمال يكون ليه جينيتك باك جراوند. الانفايرمنت زي ما قلت لك موجوده اكتر في الشتاء في الشتاء في الاماكن الزحمه في الانفنتليتد انسو. طيب في حاجه صغيره برضه خدناها برضه دي بتيجي اورال او ام سي كيو مش مهم. الدي بي في موضوع اسمه دي بي سيرفي مش عارف شايفينه صفحه 77 اوكي شايفين الدي بي سيرفي ده واخد صفحه 77 ونص 78 انا بشوفش السيرفي ده صفحه واحده بس انا بشوفها بعد الاستاذ فبشجع اقول لك دلوقتي انسان هيت وبريفيلنس هيت واني وديت بس اصلا مش فاهم ايه الريسك بتاعته. فخليني اجل الصفحه دي سيبا بيندنج لغايه ما اخد الستاتستكس الاول عشان اشرح السيرفي بس صفحه بيندنج لغايه ما اخد الستاتستكس. كلمتين على الاكسترا بالمويه انتوا هتقولوا لي الاكسترا بالمويه كلمتين من حضراتكم على الاكسترا بالمويه.
الشاطئ اللي في اي حته غير الايه اللاين واشرحها. طيب وقت اذا كنت في الجنان الموبايل تايم صح؟ الموبايل تايم او ايه؟ مستر الموبايل تايم وقت اذا مين اللي ترزار؟ ايمن ولا مين؟ طب المين اهم؟ المين سوري الانمى الانمى طبعا الاهم لانه هياكل جاموسه كان عندها اللبن هي كان عندها تي بي انت زرافي اللحمه كان فيها تي بي كلت لحمه او لبن من غير ما تغير من غير ما تصرف كويس دي تي بي دي مفهومه المين يدور في الموضوع على فكره دي دور 30% مش قليل ليه؟ اللبان الراجل اللي بيعمل لبن اللي بيقول اللبن من مكان للتاني مش كويس الراجل اللي بيعمل اللبن يكون هو اصلا هو اللي بيعمل الكيس صح وبتحكم وبيتوقف وبيعكس فاللي حصل في الباسلاي ده جاي في التي في وصل ده بقى عندي وشربت من غير ما اغليه من غير ما اعمله باسترلايزيشن خلي بالكم من الكلام اللي انا بقوله دوت يبقى اللبن ده كان فيه هيومن اوريجن صح يبقى الباسلاي هي محضرين يا اما موبايل ده اهم ده 70% انا معاك 100% ده اهم لكن المادي ده طول الراجل اللبن اللي بيحكي اللبن من مكان في مكان دي اللبن طبعا انا خدت اللبن في الزمن هو انا مش صح ممكن تقول اي حاجه بس انا خدت اللبن في الزمن او دايما بستخدم اللبن في الزمن الميلك از ريتش ميديوم بيهب المالتيفيكيشن في الاورجانيزم فلكن كلمة نظريين براكتيكال صح اوكي واللبن محتاج هاندلنج صح بيتنقل من مكان لمكان من اول اللي بيحرق الجاموسه صح اللي بيدي اللبن اللي يعني محتاج هاندلنج واللبن نون كلير لونه مش باين طب حاجة في كم مية حبين لو حصل حاجة في مية حبين مش اللبن نون كلير يعني عشان كده اللبن بيبقى اهم شوية من كده طب ايه مول ترانسميشن؟ لو حد قال لي مول ترانسميشن ممكن يقول لي دي انجشن صح 100% انجشن او زمان اور ميت اور فود كونتيننج هيومن ولا بوفاين اورجن؟ بوفاين دي او دي او مول ترانسميشن ايه تاني مول ترانسميشن؟ ازاي بدون انفكشن؟ ممتاز بيرجع للسكيوتر صح فاكر واحد عنده بالونه تي في؟ بالونه تي في ما فيهاش اي مشكله خالص وبدل ما يخرج السكيوتر ويرميه في الشارع بلعه نزله فين؟ انت دخلت نفسك الايه؟ انتستر يبقى تاني مول ترانسميشن تالت مول ترانسميشن مش عارف الحاجه بقى مش الكسم انا في مينيري او الجسمات التي في لان التي في كان بدا في اللحظه وبدا ينتشر في الجسم كله وصل بالنسبه لها الايه؟ ال صح صار ايه البريفنشن في النيل؟ ايه رايك؟ ده انت البريفوشن الانيمال نشر برنامج تي في عند الانسان لان انا عارف لو انا عندي برنامج تي في ممكن يحصل اوتو ايه؟ انفكشن طب اللبن والبيت نعملهم ايه؟ الملك والبيت نعملهم ايه؟ نعملهم تاكتيشن الملك الملك كويس قوي اللحمه الطيبه كويس قوي على النار عندنا ونعلم ان هي في مور ترانسميشن في الاي بي ان تاني يا شباب اتفضل السؤال اللي حد يرد عليه بتقول لي مش البكتيريا ريزيستنت حتى لو غليناها انا قلت ايه في الجمله؟ تفتكر الجمله كانت بتقول ايه؟ highly resistant outside the body killed by heat or ايه؟ or chemical moderate resistant killed by heat or chemical واتفقنا على حاجه زمان delicate moderate او severe او اللي هي severe resistant الثلاثة هيموتوا بالهيت اور كيميكال هما ايه الفرق؟ درجة الحرارة موجة الحرارة عشان كده البويلنج العادي ممكن ما يموتش تي في لكن باسترلايزيشن هتموت تي في فهمت قصدي ازاي؟ بيحتاج درجات حرارة أعلى او ستيرلايزيشن فاحنا على بعد نوصل اللبن لدرجه 150 جنيه عند بيه البولينج عند كام؟ عند 100 هيوصل 150 اوكي لكن خدمته هو اللي بيلحق خلاص كده ضرب الخلص بالكامل كده ضرب الخلص بالكامل بس شايف ان في خايف وقت اكثر من واحد هو كم واحد يوم الحد ده بيحضر درس في الرمض؟ لو كان واحد عايز يحضر درس الرمض بتاع الساعة 7 بيبدأ الساعة بالظبط درس الرمض الساعة 7 بالظبط ثم بيخلص بيخلص كام؟ هو الحد بيتعدي مين؟ يعني
طيب خليني اقول لحد دلوقتي جاي صغيره في سكوت بول لا في كان بتاع في الاسبوعين مش في الاسبوع واحد جنرال لك جنرال كله 20 سؤال في 12 دقيقة يعني 20 سؤال في 12 دقيقة بيخاطب الناس فاهمه اكتر من الناس خالص. صح ولا غلط؟ انا بس مش عايز اضيع وقت. كان نفسي يجيبوك سؤال نظري. كان نفسي يجيبوك صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ يعني جست تو انفورس مع تفصيل جست تو انفورس. لا جست تو انفورس معناش كده البايرن 3 فوليو مايلايت هيباتايتس ايه
تبقى تايب 3 فايروس. البكتيريا 3 حتى قاعد عليا هنا الليباتايتس دي ذا بلاك بور اي نو، بس هي دوبا الحاجة الكتاب حط الليباتايتس اللي عايز يتكلم على الليباتايتس كلها. البي مش المين منه ترانسفيشن بتاعه في البور بلاد، انا حتى خلصت كده كنتهم خلصت كده الاي اكل والبي بلاد، بس خليني اقول لك بما اني بتكلم على الليباتايتس فخلصوا مع بعض، بس احنا فاهمين جوانا ان الليباتايتس بي لو مكانه الصح يتحط فين؟ في الكوانتكس اللي هو انجكشن انفكشن صح 100%. البكتيريا 3 او ممكن 2 تايفويد ازاي؟ كوليرا وصلنا كابتريديا اي كابتريديا يعني تقيش الاصل دي ليه لسه بالمري انا خدت عليها هنت المره دي خلاص بدي ليه ليه لسه بالمري انا بتكلم على 6 الكبار يبقى دول 6 الفوت بورن اصغر من شابتر الدروبلت لان هم 6 بس فكان الدروبلت كانوا 5 و5 دول 3 3 ودول اصغر باذن الله من الدروبلت عندنا. احنا اتفقنا مع بعض ان في عندنا تجميعات الكوداليه ايه؟ صحيح كيوب الاثنين صح ولا غلط؟ من الحاجات اللطيفه في الكونفور كلهم ايه؟ لحقول في اثنين بيتكلموا مع بعض ورا